وهنعمل مع بعض سلطه الفاصوليا بالفراخ. النهارده اقول لكم بس المكونات معانا، اوكي، اللي هي ايه الفاصوليات، عاملين كذا نوع فاصوليا، عندنا البيضه، عندنا الحمراء، وعندنا ايه الخضراء، عندنا بصل اخضر متقطع، والفراخ ممكن يا اما فراخ مسلوقه يا اما فراخ مشويه نقطعها كده مكعبات، جبنه، وعندنا الخس، ليمون، والتارتر صوص، ممكن ملح وفلفل، بيطلع حلو جدا. ودايما زي ما اتفقنا ان الخضره بتدي منظر حلو قوي قوي قوي، والالوان بتبقى حلوه جدا للطبق بتاعنا، اوكي. وبرده مش عايزين نستهلك اي بواقي ان احنا نرميها، لا احنا نستهلكها بقى. تعالوا بقى ايه نعمل كده اهو، البواقي دي نشيلها ونقوم عاملين ايه بكره سلطه تانية اهو. واحنا برده اتكلمنا قبل كده في حفظ كده ازاي نحفظ السلطه بتاعتنا، فايه تابعونا على الصفحه بتاعتنا هتلاقوا كل الحاجات الحلوه دي اهو. بصوا بقى كده اهو، تطلع حلوه وروعه، جربوها وهتقولوا لي ايه رايكم اهو كده تمام. والفراخ دي ايه تتساب عشان بكره نعمل بيها حاجه تانية، تحط في ايه تتغلف وتحطوها، اوكي كده. نرش بقى رشه الجبنه الحلوه مع بعض، اهو نوع اي نوع جبنه عندك، ابشريها قبل ما تقدم، لو حسينا ان هي قدمت تقوم على طول بشرين الجبنه اهو كده، وندي هنا برضو تاني ايه البصل الاخضر. كل الحاجات دي هنقوم حاطينها تاني علشان ايه هنعمل الصوص كده سريعا. عندنا بقى كذا نوع صوص ممكن نستخدمه، في الرانش، في التارتر صوص، في ممكن نعمل بالليمون وملح وفلفل اللي هي ايه اللي احنا بنعملها دايما. نحط بقى شويه ليمون كده برضو يبقى حلو، رشه ملح خفيفه جدا جدا، ورشه فلفل خفيفه برضو جدا جدا، وايه نقلب ندور على بوله صغيره بقى ونحطها ايه جنبها كده عشان ايه المنظر الحلو ده ما يبوظش وما تتبلش. برضو الصوص يتحط عند الاكل يعني وقت التقديم بالظبط، اوكي، ما تحطوش الصوص من بدري علشان ما يبوظش وتقولوا الحقوا والصوص وعمل وسوى، ايه اتحط على طول.